الإنسان شخصيات بتشكل ملامح شخصيته. تبدأ من نعومة أظافر، أب وأم بيبقوا رزق من ربنا سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان على درجة عالية من الصلاح. بعد ذلك شخصيات عامة يقتدي بها الإنسان، يقتفي أثرها ويحاول أن ينهج نهجها أو يقلدها، لأن أستاذنا عباس محمود العقاد قال أن الدرجة التي تلي البطولة هي الإعجاب بالبطولة في العبقريات. من أجل هذا كان في حياة الإنسان شخصيات مهمة تأثر بيها وأثرت فيه وشكلت في ملامح شخصيته. أعظم أنواع الرزق هو رزق الصديق، إذا أحب الله عبد رزقه خليل، إذا نسى ذكر وإذا ذكر أعانه، فهذا رزق كبير. من أجل هذا كانت شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي مش بطول الزمن اللي انت بتعرف بيه الشخصية، ولا بمساحة الوقت اللي بتجلس مع الشخصية، لكن بقوة تأثير الإنسان في الشخص وتأثرك بيه. والناس بين أمرين، بين روح أخاذة وروح نفاذة. فأما الروح الأخاذة فلها مجال مغناطيسي تجذبك وتأخذك إليها وتجعلك تدور في فلكها، وأما الروح النفاذة والعياذ بالله فهي تجعلك تنفر منها وتبعد عنها. ومن أصحاب الروح الأخاذة الذين صادفتهم في حياتي، ومن شرف الجوار أن يكون هو شريك معي في بعض الأعمال التي نقوم بها معا، وهي لا تحمل عملا بالمفهوم البيزنس لكنها رسالات تصدرنا إليها معا، تشاركنا فيها معا. وعلى غرار كثيرا من اشتركوا معي في حمل الرسالة كان أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر. أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر لم يكن فقط أستاذا في كلية الهندسة ومربي فاضل وصاحب أجيال وصاحب مدرسة فكرية، لم يكن فقط وزيرا للتربية والتعليم في مرحلة هامة جدا من مراحل الأمة كان ينشد فيها لوضع منهج لإعادة صياغة التربية والتعليم في مصرنا الحديثة، وعمل في هذا مشوارا طويلا وضخم لتطوير الحركة العلمية ما قبل الجامعية. لكن أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر على المستوى الإنساني وعلى المستوى الأخلاقي فهو رجل فيه دماسة خلق، وربنا سبحانه وتعالى جعل الدور الاجتماعي في داخله جزء لا يتجزأ من ملامح شخصيته، فهو مستعد أن ينفق كل ما يملك في سبيل عمل اجتماعي يخدم به المجتمع. هو ده ما وجدته ولذلك شاركته، ولم أشاركه في عمل من البزنس، لكن كانت مشاركتنا كلها في الرسالة وتأدية الرسالة وفي الخير. أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر، أهلا بيك في شخصيات في حياتي. مقدمة جميلة جدا يا دكتور، أفحمتني زي ما بيقولوا. وأنا سعيد بحضرتك. عايز أقول لحضرتك أن أنا أول ما خرجت من الوزارة اتعرض علي شغل كتير قوي،
من جهات كتيرة، إذا كان بيزنس أو غير بيزنس. يمكن الوحيد اللي أنا قبلته من أول لقاء إن أنا نتعاون مع بعض، خصوصا إن حضرتك قلت إن مفيش حد بيشتغل عند حد. أنا فاكر الكلمة دي، إحنا هنبقى إيدينا في إيدين بعض نعمل خير، نعمل مصلحة للبلد. وكانت الكلمة مؤثرة جدا فيا، وأنا قبلت من أول قعدة. أنا كمان يعني بحس فعلا إن أنا واحد من الأسرة، لأن أنا تحس إن أنا قريب من ولادك قوي. يعني بيكلموني، بيسألوني، بيتفاعلوا معايا، وده بيخليني أحس فعلا إن أنا عمهم، أخوهم الكبير. لأن أنا من الأول يوم حسيت إن أنا أخ ليك، وأنت تعاملك معايا كان بهذا الأسلوب. وإحنا على فكرة أنا بعتقد إن أنا شخصية مختلفة في حياتك، لأن أنت، أنا لاحظت إن أنت بتسمع لي وأنا بسمع لك. في ناس كتير قوي أنت ما بتسمع لهمش، أنا بلاحظ، بس أنت ودود. أنا بسمع للجميع والله يا دكتور محمود. لكن المهم آخد برأي مين، دي قضية تانية. ده اللي أنا قصدي عليه، إن أنت بتسمع بتمعن أو بتسمع وتعلم. لكن ودي ميزة يا دكتور فيك، إن أنت بتقدر تستوعب الشخصيات المختلفة والنوعيات المختلفة والفئات المختلفة والثقافات المختلفة كمان، لأن أنت برضو جبت المجتمع من قاعه وحتى قمته، فأنت عارف الدنيا فيها إيه، فبتقدر تتعامل مع كل شخصية على قد قدرها وعلى قد فهمها. وده بيقرب الناس ليك وبيحبب الناس ليك، وربنا حبب الناس فيك يعني على طول. عامل الخير أنا بحبه فيك قوي، ويمكن إحنا التقينا قوي في الحتة دي لما جيت قلت لي على المؤسسة، وان انا حضرتك هتبرع بتلت اموالك، بس قلت لك انا مش هنفع فيها. قلت لي ليه؟ قلت لك اصل انا ما بحبش ادي الناس سمكه. قلت لي امال بتحب ايه؟ قلت لي بحب ندي الناس الصناره ونعلمهم الصيد. واقتنعت جدا بالفكره، وبدانا نعمل المشاريع بتاعه المشاريع الصغيره، لا هي نجيب اولاد نشغلهم فيها، نشغلهم ونشركهم معانا فيها، ونشركهم معانا وبعدين ندخلهم شركاء فيها بالتدريج. يمكن دي حضرتك قلت لي انا مش عايز امتلكها. قلت لي ايه رايك لو نخليهم يخشوا شركه من الاول؟ وافقتني، وقلت لي كمان عايزين نبيع لهم الحصه بتاعت المؤسسه. لغايه ما نوصل ل 10 او 20% بس للمؤسسه، عشان تحافظ عليهم. عشان تعمل لهم سبورت ظهر ليهم. صحيح. المحاسبين، الخامات، الحاجات تساعدهم. صحيح. وتبقى ليهم ظهر وجمعهم مع بعض. فانا الحاجات دي بشكر حضرتك فيها، لأن الواحد لما يبقى عنده أمنية ويلاقي حد بيحقق له الأمنية فبتبسط، بيسعد بيها. وبعدين إحنا لازم في دور مجتمعي، وأنت رائد فيه، فلما نتحد مع بعض يبقى هنعمل حاجة. رائد عنده فكر وعنده إمكانيات وبيضحي بتلت أمواله، وأنا بسماش بيضحي، لا ده هو بيكسب الدنيا بتلت أمواله. وبعض الأفكار اللي عندنا تبتدي تساعد، ولما تساعد نبتدي ننمو ونكبر ونعمل حاجة كويسة. التسويق حاجة مهمة جدا، فعشان كده بدأنا بموضوع نشوف مصر محتاجة ايه وايه اللي نقدر نعمله. يعني مش كل حاجة ممكن تتعمل في مصر، فقلنا اللي نقدر نعمله كمان، وعملنا الفيزابيليتي ستاديز بتاعة الحاجات البسيطة اللي مصر بتستوردها وفعلا ليها احتياج. وكمان احنا يعني النية ان احنا هنشغل الناس وهنملكها لهم، بس لغاية 80%، 20% هتفضل للمؤسسة. كويس. علشان تبقى ظهر للناس دي، تساعدهم في عملية التسويق، في عملية الشؤون القانونية، الشؤون المالية، قطع الغيار، الصيانة، الرو ماتيريالز، كل الحاجات دي تبقى سبورت. احنا في مؤسساتنا كشغل احنا متعودين دايما ان احنا حتى تيرن اوفر عندنا تقريبا قليل جدا، مفيش عندنا تيرن اوفر، عندنا الموظفين كلهم بيقعدوا فترات طويلة، وهو دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها. عندنا تدريب قوي مع العمالة بتاعتنا، وده بيعمل اد فاليو للبيزنس نفسه. بالنسبه للفاينانسنج، بما اني انا المسؤوله عن الفاينانسنج، في عندنا توجهات كتيره من زي ما مهندس دكتور محمود كان بيتكلم، في ان احنا عايزين نعمل اللي هي سستينبل فاينانسنج ديفلوبمنت،
بحيث ان هو ده الاساس، ده المين فور اللي احنا بنتكلم فيه، فان احنا لازم يكون عندنا استمرارية للتمويل، وده اللي احنا بنشتغل عليه في مؤسساتنا وفي هذه المؤسسة ان شاء الله. فاحنا عندنا فكر يا رب بالتعاون مع بعض نكون اهل لهذا الفكر، وان احنا نقدر على تنمية المؤسسة ان شاء الله بشكل جيد باذن الله. الوزير الدكتور ربنا على حاجة صغيرة قوي، ان احنا نبقى دايما مخليين بالنا من الناس التانية. يعني احنا عمرنا ما كنا بنبص على نفسنا اكتر ما بنبص على الناس التانية. انا الصراحة اللي هو يعني من 2010 مع الدكتور حاتم في الجامعة كنا بادئين بمنح بس لأهالي سينا وأهالي المنطقة، كانت 11 مليون، دلوقتي احنا سعداء ان احنا وصلنا لغايه 50 مليون نسبه المنح السنه. احنا الصراحه بادئين في الجامعه مع الدكتور حاتم ان احنا مش بس زي ما الدكتور بيقول مش بس شغالين بس على المناح العلميه، لا احنا بنحاول احنا نطلع رحلات علميه كتير للطلبه سواء لندن او انجلترا او امريكا قصدي، بحيث ان احنا نبدا نخلي ان الطلبه تبقى شايفه السوق اللي بره علشان لما تيجي ترجع لنا هنا هو تبقى شغاله بالفكر الخارجي بس. واللي احنا بنحاول احنا نوصله فان احنا اللي هم التعليم اللي بيحصل بره احنا بنديهولهم هنا اهو بس بالمستوى او المصاريف اللي هو يقدروا ان هم يدفعوها هنا. يعني احنا بنفتخر ان جامعه سينا هي فيها كتكنولوجي كاسلوب تعليمي والعلم للطلبه بنفوق جامعات كبيره، بنوصل ان احنا في عندنا زياره جات لنا من الاي سي كانوا مبهورين من الشغل اللي احنا عاملينه الحمد لله. على مدى 35 سنه الحمد لله كنا بنصرف في سينا كل سنه لا يقل عن 60 مليون جنيه لتعظيم دور الوظيفه الاجتماعيه الراسماليه. فاحنا لقينا اننا نستكمل هذه القصه جزء من المنح الدراسيه مجانيه، ويمكن الوثيقه اللي قدام حضرتك دي تبين ان احنا في السنوات القليله اللي فاتت صرفين حوالي ما يقرب من 490 مليون جنيه، وده على فكره احنا لا نعتبر لنا فضل في هذا، لان احنا بنعتبر ان القيمه الاجتماعيه ما هياش منا من القادر على غير قادر، بالعكس ده يحقق سلام اجتماعي اول ما ننعم به القادر. فده جزء من مفهومنا الاجتماعي ومفهومنا العقائدي اللي موجود جوانا واللي بيجري في داخلنا مجرى الدم المنشرين حضرتك مع الوزير. تمام. مش بس كده، انا عايز اقول لك ان احنا لقينا بقى ان كل الدور الاجتماعي اللي احنا بنقوم بيه ينبغي ان يقنن في حياتنا. وقررت مع اولادي في الاعتبار من 1/1/2017 انشاء المؤسسه اللي تضم كل المؤسسات الاجتماعيه دي ونحط فيها تلت الثروه بتاعتنا. قررنا ان تلت الثروه ده يدار في الدور الاجتماعي ويكون تحت رعايه واشراف هذه الوزاره المحترمه. احنا بنشكرك على هذا الجهد وهذا التوجه، والحقيقه ده يعني في امريكا وفي اوروبا كل رجال الاعمال الكبار بيعملوا فاونديشنز، بتكون مؤسسات بترعى بتاخد جزء من عائد اعمالهم وبيوجهوه للمجتمع. يعني هارفارد فاونديشن والجامعات الكبرى والمكتبات الكبرى والأنشطة الثقافية والاجتماعية الكبرى، الحقيقة مستشفيات الكبرى في الولايات المتحدة كلها برضو عاملاها مؤسسات. فده يعني توجه دولي والمجتمع الدولي تعرف على أنه فعلا رجال الأعمال بيستثمروا جزء من العائد على أعمالهم في أنشطة تنموية واجتماعية وبتؤدي فعلا لاستقرار المجتمع وتقدمه، وده بيرجع في الآخر برضو بيفيد الأعمال والنشاط الاقتصادي. فأنا بشكر حضرتك وبرحب بيكم في وزارة التضامن، وإحنا بابنا مفتوح لكل مؤسسات الأهلية والمؤسسات الجادة. أهم أغراض هذه المؤسسة هو ما يتعلق بالجزء التعليمي البحثي واكتشاف الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم في شكل منح وجوائز
في الداخل وفي الخارج. معالي الوزير، والله قرأت ما قرأت وسمعت ما سمعت، قرأت مثل هذه القاعة التي نجلس فيها إذا ملأتها بالكتب، وسمعت أكثر منها، وسافرت كل أنحاء العالم تقريبا، فما قرأت وما سمعت وأنا موضوع تخصصي هو الاقتصاد والإدارة، يمكن رسالة الدكتوراه بتاعتي في الـ Organization of Planning أو هياكل التنظيمية، متعمقة في الإدارة ومتعمقة في الاقتصاد، أخبارك زي؟ والاقتصاد زي ما كنز قال كده عصب الاقتصاد المال. وما سمعت وما قرأت أعظم ما لخص ديننا المال. المال في الإسلام ينقسم ثلاث أقسام. القسم الراقي في المال، المال مال الله وإحنا مستخلفين فيه، انفقوا مما الله الذي أتاكم، انفقوا فيما أنتم مستخلفون فيه. وده اللي حققه أبو بكر في حديث الهجرة، قال له ماذا تركت لهم يا أبو بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله، وجاب كل أماله وحطها. الجزء الثاني من المال أقر لك بالمال وقال والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأقر لك في المال على شرط أن يكون في حق معلوم للسائل والمحروم. الجزء الثالث البخلاء، قال له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له. والغريب ان المال بنسال عليه مرتين، مره مما اكتسبناه ومره فيما انفقناه. وهب انك كسبت من حلال ثم اكتنست، لم ترى ايه تتكلم عن الاكتناز وتعذب اكثر من توصيف العذاب في اكتناز الذهب. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم وجنوبهم الى اخر الايه. ونهى ان يكون المال دوله بين الاغنياء، ينبغي أن يتداول المال بين الأغنياء. وهذا التكافل الاجتماعي عشان حركت بعرف يحقق سلام الاجتماعي أول ما ننعم بالغني. وهذه نظرية اجتماعية في بعدها بعد اقتصادي، ونظرية اقتصادية في بعدها بعد اجتماعي. فلا نشعر بمنا فيما نفعل، وما نقص مال من صدقة مجربة والله العظيم يا مع الوزير. ولذلك فما تقوم ب، أنا أعتقد أن يثاب المرء على قدر محبته، ويثاب المرء على قدر فعله، والدال على الخير كفاعله. يعني خلي بالك كل من يعمل معانا في هذه المؤسسة يأخذ ثواب هذه المؤسسة، وأنت على رأسهم يا دكتور. أنا أشكرك يا دكتور. أنا عايز بس أوضح نقطة مهمة قوي، يعني بتعجبني في أفكار حضرتك، أن أنت فاهم المجتمع المصري بتتعامل معاه مش زي ما اخرين بيتعاملوا معاه كانهم ما يعرفوش. يعني في ناس بتجيب افكار من اوروبا ومن امريكا وبتطبقها، ممكن نجيبها ونطبقها بس نمصرها. ليه؟ لان احنا شعب له طبيعه خاصه. يعني هقول لحضرتك، لما تيجي تعلن عن وظيفه حكوميه تلاقي ملايين الناس تتقدم ليها، ومش عارف ب 1200 ولا ب 1500 جنيه. طبيعته كده، يحب انفتك المير يتبرمغ في ترابه. وتعلن عن وظيفة في قطاع خاص ممكن تبقى بعشر أضعاف أو بخمس أضعاف الوظيفة الحكومية، قليل جدا الذين تقدموا. فحضرتك لما فكرت ان انت تملك الناس، المصانع اللي هتتعمل، لا الإقبال هيبقى شديد جدا، لأن الطبيعة الأخرى ان هو زي ما هو عايز يروح في الوظيفة الحكومية لكن يحب كمان يبقى مالك. يبقى مالك. فالتعامل مع الفكر اللي يمشي مع هذا الشعب، لأن الشعب ده له طبيعة خاصة ولازم نتفاهم معه. وعلى فكرة لن يصلح الحال إلا إذا فهمنا طبيعة الشعب. ودي نقطة من النقط المهمة قوي. ويمكن يعني أنا ما بحبش أذكر الحاجات اللي كنت عملتها أيام الوزارة، لكن كان أهم حاجة أول ما مسكت الوزارة عملت كتاب عن القيم والأخلاق والمواطنة. لأن بدون قيم وبدون أخلاق وبدون مواطنة لا هيحصل مشاكل كتير جدا. وأعتقد أن حضرتك تبنيت الموضوع ده معايا، ودي حاجة كويسة. إحنا لما نبص على المجتمع يعني إحنا لو قعدنا مع ناس عندهم قيم مش هنخاف، وعندهم أخلاق فاحنا كلنا هنحترم بعض،
ومواطنة، فالمسيح والمسلم يحترموا بعض ويعرفوا ان الوطن ده وطنهم، او اليهودي او حتى اللي ما عندوش دين، ولكن الاحترام والحب اللي هيخلينا نعيش في هذا الوطن يخلينا نخاف على بعض ونخاف على حقوق بعض. نظرة إنسانية جميلة. وشوف أنا هقول لك على حاجة، النظرة الإنسانية دي جزء من عقيدة. يا أيها الناس، ما قالش يا أيها المؤمنون ولا قال يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هنا مربوطة بالقيم الأخلاقية. لا أحد ينكر أن الصدق أعظم بكثير الخصال، وأن الكذب أسوأ الخصال. لا أحد ينكر أن الأمانة هي نوع من النزاهة، وأن الخيانة نوع من الخسة. لا أحد ينكر إطلاقا، واخد بالك زي، أن العمل الصالح هو العمل الصالح، والعمل الطالح هو العمل الطالح. إذن هي مسائل معلومة، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين دان. وأنا أؤكد رؤيتك فيما قلت، لا أمانة لمن لا دين له، أي لا أمانة لمن لا أخلاق له. والقيم هي القيم حتى عند المنحرف، الصادق محترم حتى عند الكذاب، والأمين محترم حتى عند الخائن. هذه هي الحياة، سنة الله التي فطر عليها هذه الحياة. كل المشاكل اللي اتكلمنا فيها النهاردة هتبقى في التعليم. لو فعلا اهتمينا بالتعليم، وانا اعتقد ان الرئيس هيعمل مفاجأة لمصر كلها بان هيبقى مشروع القومي اللي جاي هيبقى التعليم، لانه انا 3 مرات حلفت اليمين، عاشرته وقعدت معاه، هو عنده تفاصيل كتيرة جدا عن التعليم وبيسمع كويس قوي وعارف هيعمل ايه. القيم والاخلاق والمواطنة بتحل برضو بقى بعض المشاكل الاخرى. ويمكن اخر حاجة اقول عشان ما اطولش، ان احنا عايزين نحول موضوع الحب ده لموضوع الاحترام. ليه؟ احنا الحب والكره ده صفات ممكن تبقى حلوة وتبقى مش حلوة. صعب جدا ان انا احب كل اللي قاعدين، لكن انا بحترم كل اللي قاعدين. والتعليم هما مشكلتين، يعني التعليم حاجتين، اتاحة وجودة. فالموضوع فيه مليارات، عشان كده كانت الخطة الاستراتيجية الشعار بتاعها مع النستطيع. الدولة الوحدة مش هتقدر تعمل حاجة. وكان فيه طبعا مبادرات كتيرة زي جدد فصلك واكتب اسمك، التبرعات اللي كانت بتتم، التوأمة اللي كانت بتتم بين المدارس الخاصة والمدارس الدولية مع المدارس الحكومية. لكن برضو هنرجع نقول الاحترام ومع النستطيع. وشكرا لكم جميعا. دكتور محمود أبو النصر، مين الشخصيات اللي جعلت هذه القامة والهامة الجميلة الجالسة أمامي معالي الوزير محمود أبو النصر بهذه القيم، وأثرت فيك وتأثرت بيها فجعلت شخصية محمود أبو النصر شخصية يشار إليها بالبنان، سواء في مجال عملك، سواء في بين تلاميذك اللي بيحاولوا يعني يتعلموا منك ويجعلوك قدوة؟ لان انا اعرف انك كنت رئيس قسم الميكانيكا في جامعة عين شمس، وهذا جزء ايضا، وانا احار بيني وبينك مع فكر المهندسين، واحترم جدا، وكل من تعاملت معهم خريجي هندسة كنت دائما اقف امام 3 حاجات: مفردات اللغة بتاعتهم دقيقة، طريقة تفكيرهم محددة جدا، واخد بالك ازاي، وبعدين الحاجة الثالثة تجد فيهم حينما تكون دماسة الخلق جزء من أخلاقهم تجد أنها رفيعة المستوى. وعلى فكرة احنا عندنا معظم الناس القيادات اللي عندنا مهندسين، حضرتك وأستاذنا الدكتور حاتم رئيس جامعة سينا مهندس، وقليل وكثير بعد هذا. قول لي منعشر الأم يا دكتور يبقى منهم أنا لسه مش مهندس يعني من كتر احتكاكك بيهم فانت عندك بعض الصفات منهم، ودي حاجة كويسة ان انت تجمع بين الاثنين. لكن انا اللي اثر في حياتي 4. ايوه. امي الله يرحمها، رحم الله، وزوجتي وبنتي واحد تلامذتي.
فالاربعه دول اثروا فيا جامد جدا. امي كانت دايما يعني بتربي فيا وتعدني معرفش ليه، ولكن كانت دايما تقول لي خلي بالك من نفسك، كانت تعلمني حاجات كتير قوي، كانت بتقعد تدر يعني زي واحد مدرب يدرب حد على حاجات. زوجتي من الصالحين، بتحاسبني على كل حاجة، يعني لو انا داخل معايا فلوس لازم تسألني الفلوس دي جت منين ومصدرها ايه وهتطلع منها كم. وبنتي انا قبل ما تتنقل من زوجتك، لان انا ليا رأيي انا دايما اعلنه وانا لا ازيع سرا، ان من علامة صلاحك زوجتك. والله الحمد لله، والله العظيم يا دكتور محمود احيانا انظر في سر ان وهبك الله هذه الزوجة الصالحة، وانا يعني الحمد لله اكثر من مرة وفي اكثر من موضع وفي اكثر من جلسة، وانا لا اذكر الله احد لكني احسبها رابعة العدوية للعصر. ويكفي انها وهبت كل اموالها وكل ما تملك في بناء هذا المركز البحثي العلمي، المسجد الكبير الذي يبنى الآن في مدينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أننا نعيش لحد ما نفتتحه. وهذا الحقيقة بصمة من البصمات الجميلة الرائعة الراقية. أنا كثيرا حينما أنظر إلى زوجتك وأقول يا رب هذه وهبت كل أموالها، وإحنا عمالين نتشدق بأننا بنوهب جزء من أموالنا. العبرة في التعامل مع المولى بالنسبية، هي أكرم من أي حد، لأن هي وهبت كل ما عندها. أما أنت مهما أعطيت من كم فهو في الآخر أنت بتتكلم على التلت، لما بتقول يعني إذن هي أرقى وأعظم. ولذلك أقول والله، فأنا أخبطك في أن ربنا سبحانه وتعالى رزقك بهذه الزوجة الصالحة، وهذا حقها في هذه الجلسة في هذا والله اللقاء. الحمد لله دي نعمة من عند ربنا، وهي اختيار أمي على فكرة، فبرضو يعني ما دي اختيار الأم. اختيار الأم دايما اختيار بيبقى راقي. النمرة ثلاثة بنتي يعني أعتقد أنها طلع لأمها في حاجات كتير قوي. هي دكتورة في كلية الهندسة جامعة عين شمس، ولكن يعني متدينة جدا برا بأبويها. أنا وبستشيرها في حاجات كتير جدا لأنها عندها فكر ومنظمة ومرتبة. عشان ما طولش، رابع حد ده مؤخرا تلميذ من تلامذتي، أنا بعتبره نعمة من نعم ربنا، لأنه بار بأستاذه وكمان عنده علم وثقافة. الله الله الله. ولما يبقى في المهندسين بالذات يبقى عنده علم وثقافة، ثقافة دي حاجة يعني، مثلا الدكتور حسن مشهور عنه أنه مثقف جنب علمه وشهاداته وشغله، فالثقافة دي حاجة إضافية. لما حد بيبقى شاطر فيها فهو بيضيف على اللي يعرفه. مين التلميذ ده يا دكتور؟ ما اصل انا خايف اقول الاسم، انا عايزهم كلهم يحسوا ان هم طيب خلاص انا لكن هقول الاسم. ممكن انا عندي 75 واحد واخدين معايا ماجستير ودكتوراه. اساتذتي انا بعزهم وبحترمهم جدا لان علموني، فخليني كل واحد منهم يعتبر ان هو نفسه هذا الله الشخص. الله 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 الله. هذه يا سلام، هي دي اصحاب المدارس الفكريه، هي دي اللي بتربي اجيال وتنشئ وتحفز بداخلهم القيم والأخلاقيات. الله عليك يا دكتور محمود، هكذا يكون العالم والمفكر، هكذا يكون القيادة والقدوة، هكذا يكون المربي. أشكرك. مش هنعرف اسمه. بس يا بخت تلامذتك بيك والله يا دكتور. والله يا دكتور انا ببذل اقصى جهدي معاهم لان انا بحبهم يطلعوا كويسين، يتعلموا ويبقوا قدوه، موجودين في حتات كتير قوي الحمد لله، على يعني بره مصر وجوه مصر يعني الحمد لله. اما بنتك بقى، فدعني اقول لك انا اعلم علاقتك مع الحفيد. فايه ف
فأجمل ما جابت لك وأجمل حاجة هي يا سلام ذرية صالحة بعضها من بعض. الحمد لله هكذا تكون الأسرة، وهي دي الأسرة المصرية الأصيلة المتدينة التي تتميز بالإيثار والتضحية وإنكار الذات. إن شاء الله ربنا يا رب يبارك لكم ويبارك فيكم ويبارك ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكرك دكتور حسن على الدعوة، وطبعا الدكتور محمد صبحي ده أخويا وصديقي وحبيبي. أنا مش هطول علشان ادي فرصة للآخرين، لكن عايز أقول إن إحنا النهاردة طلعنا بنتائج من القعدة دي، إن المعلم حاجة مهمة جدا، التعليم حاجة مهمة جدا، أهم حاجة في التعليم المعلم. إحنا حاجتين مهمين جدا يمكن أنا اتناقشت فيهم زمان قوي مع الدكتور محمد صبحي، اللي هو قيمة المعلم وإزاي نرجعها تاني عن طريق الفن. وأنا مرة كنت في اسكندرية وما جاليش نوم، فغفلت شوية كده، حلمت ان الدكتور محمد صبحي بيعمل مسرحية يعني عكس بالظبط مدرسة المشاغبين. وانا ماشي في السكة كلمته في التليفون، قلت له انا حلمت كذا، قال لي انت فين؟ انا في الحتة الفلانية، طب ما تعدي عليا في البيت. فده وعد منه، فده وعد منه ان هو يعمل مسرحية. معرفش هو قال لي انه شغال في بروفات وحاجات، فالاصول انها هتطلع حاجة كويسة. كان في كتاب فكرتي اتعمل في وزارة التربية والتعليم اسمه القيم والاخلاق والمواطنة. الكتاب ده مش للطلبة، لا ده للمعلمين، وكنا بدأنا ندرب المعلمين عليه، لان المعلم نرجع لكلمة القدوة اللي برضو انتشرت في القعدة بتاعتنا. فكل الحاجات دي هنلاقي ان كل الدول المتقدمة او اللي تقدمت فرغت نفسها للتعليم، جميع الأطياف في المجتمع اشتغلت في التعليم. مهاتير محمد قعد 10 سنين جميع الحكومة يعني جميع الوزراء يشتغلوا لحساب التعليم، لدرجة ان انا فاكر هو قال لي بنفسه وزير الاسكان بيقول له انا اعمل ايه في التعليم، اشتغل تعليم؟ قال له ابني مدارس، اعمل مرافق، درب الطلبة. فيعني لو احنا عايزين نبه اي حاجة كويسة هيبقى التعليم. رسالتك الاخيرة لمين وتقول له ايه؟ انا مش هقول رسالة، انا هقول طلب، والطلب ده هيبقى من الدكتور حسن راتب. انا ايام الوزارة كنت عامل زي دراسة كده، ايه اكتر حاجة اثرت في المصريين ضد التعليم، فلقيتها مسرحية مدرسة المشاغبين. ففكرت، كنت في اسكندرية في يوم وقاعد افكر وانا راجع، فكرت مين اللي ممكن يعمل حاجة ضد يعني حاجة عكس مدرسة المشاغبين. لقيت احسن واحد محبوب يقدر يعملها الفنان الكبير محمد صبحي. الله. فكلمت وانا راجع من اسكندرية، فقال لي انا في البيت، تعالى عد عليا. وقعدت معاه واتفقنا، وبدأ كان بدأ يحضر لهذه المسرحية. وبعدين انت عارف حضرتك ما شغله، وبعدين جيت مشيت من الوزارة، فالموضوع ما تمش. بس حضرتك الان شريك رئيسي في سنبل ومحمد صبحي. وانا بطلب منك على الهوى. ايوه. بطلب منك عشان خاطر مصر وعشان خاطر الأجيال اللي جاية دي، لازم نعمل حاجة تمحو الأثار الجانبية السيئة اللي عملتها مسرحية مدرسة المشاغبين في أجيال كتيرة جدا. وأعتقد وحضرتك موافق معايا إن الفنان محمد صبحي أقدر واحد يعمل الحكاية دي. شوف دكتور محمود، والله لقد لمست عظيم، ولمست شيئا مهم جدا. الكلمة مسؤولية، كما قال الإمام الحسين رضي الله عنه حينما استشهد في سبيل الكلمة، الكلمة أمانة. وأنا والله من هذا المنبر التنويري أقول لكل مثقف ولكل فنان، الثقافة ليست ثقافة نولج أو معرفة،
ثقافة، ثقافة سمعية وثقافة بصرية وثقافة فنان يبدع ذاته، لكن الكلمة مسؤولية. وأنا معك بأضم صوتي لصوتك، سنقوم بعمل ضد مدرسة المشاغبين، مدرسة المتفوقين. وهنا التفوق ليس في العلم، التفوق في الأخلاق أو مدرسة المبدعين. سميها كما نسميها وستكون مسرحية، سيتولى إنتاجها أنا شخصيا مهما كلفني، حتى نستطيع ونحن لا يعني نوجه الإساءة إلى فنان كبير زي عادل إمام أو الفنانين الذين عملوا عمل فني جميل أضحك الجماهير، لكن في الآخر كان الجانب الآخر منه كان جانب سيء. وأنت وزيرا للتربية والتعليم حينما تحدث ومن دراساتك تثبت أن هذه المسرحية قد أحدثت خللا في سلوكيات كثيرا من الأجيال، فأنت على حق من هذا. ولذلك نقول لكل المبدعين ونقول لكل الفنانين، اتقوا الله، فإن كلماتكم كلها تربي الأجيال وتؤثر في الجمهور وتخلق الوعي وتخلق قيم وأخلاق هذه الأمة. أنتم مسؤولون عن إعادة صياغة الانتماء والولاء والقيم لهذا المجتمع. فإذا كانت الثقافة السمعية شيء تشن في الآذان، والثقافة البصرية شيء يعطيك بعدا آخر للجمال، فأيضا أعظم أنواع الثقافة هي الثقافة التي تعلو بالإحساس فتصبح أليف مألوف، تحب وتتحب. وهنا هتنيل على محمد صبحي، هتنيل على محمد صبحي. اقول له يا محمد، الفن عمل فينا حاجات كتير في المرحلة اللي فاتت. انا مش بحطك انت في قفص الاتهام، لانك انت كنت الصورة المضيئة في الفن يا محمد. انت يا محمد اللي عليت قيمة الفن وخلتنا واحنا بنضحك نتعلم معاني كبيرة، كيف كنت بتطلع علينا بان نعرف الاخر بما له وما عليه. هو ده ببساطة محمد صبحي. بس عايز اشتكي لك الفن يا محمد. هو الفن برضو اللي بوظ في عقول الناس مدارس فكرية عظيمة، علاقة الأستاذ بالتلميذ، لما كانت العلاقة دي علاقة مبنية على القدسية، كاد المعلم أن يكون رسولا. في ناس تانية برضو كانت بتضحك بس كانت بتهد في المجتمع، صورونا الأستاذ على إنه ضحوكة وصورونا التلميذ وكانت الناس بتضحك برضو، بس أنت كنت بتضحك الناس وبتبني، وكانت في ناس تانية بتضحك الناس وبتهد. أنا بتكلم على رافض الثقافة، بتكلم على التعليم، بتكلم عن الإعلام، بتكلم عن الأسرة. الأربع مناطق دول الحقيقة بيمثلوا لي إشكالية كبيرة جدا. وأضحك في الآخر واعذروني لما أسمع تجديد الخطاب الديني، أنا مش فاهمه وأنا أجهل هذه المنطقة تماما. ما هو تجديد الخطاب؟ ما إيه المطلوب؟ لما أقول تجديد الخطاب الديني هي معضلة بالضبط زي تطوير التعليم. إحنا بقالنا 60 سنة بنتكلم عن تطوير التعليم، وتطوير التعليم لا يمثل في مجتمعنا الا ان الثانويه عامه بدل ما تبقى 3 سنين تخليها 2، وبعدين نرجع نغلط ونقول لا ده كان الاول احسن نخليها 3، نعمل ابتدائي 5 سنين لا نرجعها 6 سنين، بينما كان هي دي القضيه الحقيقيه في التعليم. ومش واخدين بالنا ان المشكله الحقيقيه في التعليم لا يمكن حد يعني يصاب بالبارانويا ويقول انا هقعد احل مشكله التعليم في قعده، او هطور المناهج بالحذف والاضافه و لا، احنا اتعلمنا تعليم بلدنا. انا من الجيل، انا من مواليد 48، اتعلمت في رايي ان تكويني كان تكوينا صحيحا من تعليم مصر، لا في اجانب ولا مدارس امريكيه ولا مدارس انجليزيه، تعليم مصري. والحيطان بتاعه المدرسه كان ريحه الرطوبه بين منها وريحة التواليتات دخللنا، ولكن
كان أمامنا أعظم قدوة من الأساتذة، وكان منهجا يكون مواطن حقيقي. التعليم، أنا بس بطرح الفكرة، التعليم في رأيي، قل لي أنت عايز مواطن شكله إيه عشان نعمل البطرون. عايز مواطن لا منتمي لله ولا منتمي للأسرة ولا منتمي للوطن، سيب التعليم زي ما هو، مفيش أحسن من كده بطرون. إنما لو أنت عايز فعلا مواطن منتمي لله صح بالمفهوم الصح ومنتمي لأسرته فبالتالي حينتمي لوطنه، لا ده في بطرون يتحط في المناهج. أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر، كلمة أخيرة. أنا بعتز بصداقتي لك، وأنا بعتبر أن الصداقة اللي بيني وبينك أهم من حتى التعاون في الشغل أو في الاستشارات أو في أي حاجة، وده على مستوى الأسري مش على مستوى أنا الشخصي، لأن زي ما حضرتك بتعتبرني واحد من الأسرة، إحنا أسرتي كلها بتعتبرك واحد رئيسي في أسرتنا كلها. هذا شرف أصبو إليه وأتطلع إليه، وأنا أشعر أن كل أسرة مصرية الإنسان ينتمي إليها، هذا شرف يرقى إليه، لأن من الشرف الكبير أننا مصريين. الحمد لله. شكرا، وإلى اللقاء مع شخصية أخرى في حياتي كانت هذه الشخصية المميزة، أستاذنا الدكتور محمود أبو النصر، شخصية في حياتي أثرت وتأثرت بها. إلى لقاء مع شخصية جديدة في شخصيات في حياتي.